طيب، مساء الخير جميعا ويعطيكم العافية. ونحب نشكر زميلنا قاسم من جامعة أوسلو. هو أيضا يعني من الناس اللي عملوا إثراء للمحتوى العربي كمان. طبعا هو شغال بالإنجليزي قاسم، ولكن إحنا اليوم فرصة إنه يلتقي فينا في أول أكاديمية باللغة العربية في المنطقة، في الدول الناطقة باللغة العربية عمليا. شكرا لك يا قاسم لحضورك ولوقتك، وراح يحكي لنا على أهمية الكوميونتي. واحنا طبعا إذا لاحظت في أكثر من سيشن ذكرنا إيش أهميتها، لأنه حكينا الدي تش اس 2 إز أ موفمنت، هو حراك أكثر من إنه فقط سوفت وير. فما بدنا نطيل عليك يا قاسم، تقدر تحكي باللغة العربية بكل أريحية. أظن هذا أول برزنتيشن لك باللغة العربية أو مع في الأكاديميات، ما بعرف إذا أنا بحكي صح ولا لا. الأول طفل أو طفل، برزنتيشن بالعربي أنا خذ راحتك وتجربة موفقة إن شاء الله صديقي، تفضل. طيب أنا بدي أعمل شير سكرين، بيشوفوا السكرين أيوه طبعا، مفتوح ممكن شاشتين كبار. تأكدوا علي أيوه أن ممتاز، السكرين واضحة؟ أيوه موجود موجود صحيح. مجتمع شكرا. الدي تشاي ستو. أيوه ايوه بالضبط، هيك، ممتاز شكرا. ممتاز، جو اهيد. طيب مرحبا، وشكرا على المقدمة. طبعا هذه أول برزنتيشن أعملها عن الكوميونتي بالعربي مدة 3 سنين. أنا أتكلم عن الكوميونتي بالإنجليزي مع العالم، وهذه المرة بكل سرور. يعني أنا سعيد جدا لما دعوتوني إني أتكلم عن الكوميونتي مع المجتمع العربي. إذا حصل إنه الصوت تقطع أو شيء كلموني أجل أكون واضح في الكلام. طيب، مجتمع دي اتش اي 2، لما تدخلوا على المجتمع دي اتش اي 2 في معانا الويب سايت اليو ار ال community.dhi2.org. بس ايش هو مجتمع دي اتش اي 2؟ لما نقول كوميونتي، كوميونتي طبعا، ولماذا مجتمع الكوميونتي؟ هو بالانجليزي اسمه community of practice. فهذا المصطلح يعني خلال ال3 الأعوام وأنا أعمل في الـ Community of Practice، في أكثر من باحث من جامعة أوسلو يعملوا معي مقابلات يسألوني أسئلة عن الكونسبت نفسه Community of Practice، لأنه فكرة المجتمع أكثر من مجرد مثل مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مجرد تواصل اجتماعي، بالعكس يجمع ناس عندهم نفس الاهتمام بس بشكل بناء مجتمع. فبيكون فيه التعلم الجماعي وتبادل الخبرات والابتكارات، وهذا من أهم الأشياء في المشاركة في الكوميونتي سايت. أيضا أنتم كلكم تعرفوا أنه البرنامج مفتوح المصدر، صح؟ فبيكون فيه الإسهام في توثيق وترجمة البرنامج مفتوح المصدر، لأنه لما الآن أنتم لما تدخلوا في الجهة الخاصة في الويب سايت اللي هي خاصة بالمجتمع العربي، فأحيانا تكون في أسئلة عن معنى كلمة معينة أو كيفية ترجمة معينة، أو أيضا عندما يحصل فريق التطوير على أن التقويم مثلا اللي بالعربي يحتاج تحديث، أو بعض التواريخ ما تظهر بشكل جيد، هذه بعض المنشورات اللي قد تم نشرها في المجتمع العربي. أيضا لما نقول المجتمع، أيضا it's an open، مفتوح للجميع، مفتوح صح، مفتوح المصدر، بس الفريق دي تش اي 2 ناجح في موضوع أنه الكود مش بس مسألة أنه مفتوح المصدر، أيضا مفتوح لكل العالم، لكل من يستخدم دي تش اي 2 لتحسين وضع بلاده، لتحسين وضع الحالات الخاصة اللي نحتاج نستخدم فيها دي تش اي 2، انه هو يكون شريك في تطوير هذا البرنامج، انه يكون شريك في تحسين خريطة الطريق لتطوير البرنامج. وذلك لما تقدموا المشاركة للكوميونتي وتقولوا مثلا احنا بنستخدم ال دي تش اي 2 في برنامج صحة او برنامج تعليم او برنامج، وتعرفوا ان دي تش اي 2 فيها المرونة، يعني ممكن يخدم اكثر من حالة.
فأيضا بالإضافة إلى هذا لدينا مكان مخصص لخبراء دي تشاستو. طبعا هو مخصص لكل خبراء دي تشاستو، لكن لدينا أيضا اللي يتحدثون باللغة العربية يستطيعون يتواصلوا مع بعضهم البعض، ومع كذلك اللي يتحدث بالإنجليزي بالفرنسي الإسباني البرتغالي، معنا أماكن خاصة بهذه اللغات. فبالإضافة إلى هذا كله تتواصل مع فريق البرمجيات العالمي، فإذا حصل أي خطأ برمجي مثلا بنعمل باج إيشو، نتواصل مع الفريق بشكل مباشر بحيث ينزلوا تحديثات جديدة. كان هذا أول سؤال. طبعا في هذه الخارطة تشوفوا في ناس من حول العالم كامل بيستخدموا دي تشاستو، بس هذه الخريطة خاصة بالأعضاء اللي معنا في المجتمع نفسه في community.dhis2.org. فطبعا اللون الأخضر الفاتح هو أقل، والأغمق هو أكثر عدد من الأعضاء في المجتمع. إذا حصلتوا أنه في أنتم مثلا في أحد البلدان ومش ظاهر عندكم أخضر، إما أنه ما عندكم صفحة في المجتمع community.dhis2، بكلمكم بعدين كيف تعملوا صفحة، أو أنه يمكن ما تعرفت على اللغة، فحتى تقدروا تتواصلوا معي بالمجتمع. برسل لكم الرابط بعدين. طيب، في الكوميونتي لما تدخلوا على الصفحة الرئيسية هناك العديد من المواضيع. المواضيع مقسمة إلى مجموعات، زي ما ذكرت انه معانا اللي هي خاصه بالمجتمع العربي، كمان خاصه بلغات اخرى مثل الفرنسيه والاسبانيه. ففي هذا القسم الخاص بكونكت تستطيع ايضا في ماركت بليس ان تضع سيرتك الذاتيه، انك ترغب في العمل مع دي تشايستو، او الحصول ايضا على بعض الإعلانات في بعض الشركات والمنظمات في العالم تنشر إنها تحتاج ناس خبراء في الدي تشايز 2 فتعمل المنشور في ماركت بليس. بالنسبة لقسم أناونسمنت، هذه خاصة بالفريق نفسه حيث يقوم بإنشار بعض المعلومات والتحديثات الرسمية من الفريق. فأي منشور في هذه في أناونسمنت هو منشور رسمي، وكان عند الاشتراك في الموقع في بيرسل ايميلات بشكل مباشر، مثل الدي تشايز 2 سكيورتي ريليسز، وكمان الابديت ريليسز، واي اي اي منشور مهم مثل الاكاديميه، مثل في المنشورات هنا في الاناسمنت. وبعدين معنا الامبلمنتيشن، هو احد اهم الاجسام في المجتمع، ومثل ما ان الدي اتش اي اس 2 متعدد الاستخدامات، هنا معنا كمان عده استخدامات مثل التعليم وعده برامج الصحه، ايضا موبايل، وفي كلايمت اللي هي البيئه. فهناك الكثير من المواضيع التي ممكن تكون مهمه بالنسبه لكم وتستطيع الاطلاع عليها. وفي معنا القسم اللي قد يكون محبوب لدى الكثير، وهو الدعم التقني. طبعا فكرة الدعم التقني في المجتمع هو أنه أعضاء المجتمع يساعدون بعضاتهم البعض. طبعا الفريق دي تشايسو أيضا فعال في المجتمع، ولكن بما أننا نريد بناء القدرات سويا، وبما أننا نريد أن نساعد كل أعضاء المجتمع من حول العالم، فنحن نعمل الفريق المجتمع يعمل كفريق واحد. بعد ذلك في معنا قسم الديفلوبمنت، واحب ان اذكر انه هذا القسم خاص بالمطورين الويب. طبعا اليوم معنا الاكاديميه هذه بالعربي خاصه بتراكر، او ولكن ان شاء الله مستقبلا يكون في، ربما أنا مؤمل إنه يكون في أيضا أكاديمية خاصة بالآب ديفلوبرز، بالمطورين، إنه تطوير تطبيقات الويب أو الأندرويد. بالإضافة إلى ذلك في الديفلوبرز كوميونيتي تستطيعون أن تبحثوا عليها أو تطلعوا على المعلومات في القسم هذا. معهم اجتماع شهري،
يعني مش كثير من العالم العربي بينضموا في الاجتماع الشهري المطورين في الدي تشايسو، فربما إذا عندكم في الفريق ناس مطورين ادعوهم أنهم ينضموا إلى الـ Developer Meetup. وبعد ذلك كان معنا قسم Server Administration، قسم ثانوي وليس قسم رئيسي، وبسبب الكثير من المنشورات والناس اللي يحتاجوا معلومات الخاصة بإدارة السيرفرات أو الخادم، فعملنا نقلناها من قسم ثانوي إلى قسم رئيسي في المجتمع، وأيضا معاهم اجتماع أسبوعي كذلك بالنسبة للمهتمين بمواضيع السيرفرات. هناك اجتماع أسبوعي مع الفريق المطور والمتخصصين في السيرفرات، وكمان ناس من حول العالم متخصصون في السيرفرات. بعد ذلك هناك هذه بعض الأقسام الخاصة ببناء القدرات، الخاصة بالبحوث، وخاصة بالترجمة كذلك. فربما موضوع الترجمة هنا كله أغلبه بالإنجليزي، ولكن إذا هناك موضوع ذات صلة باللغة العربية ممكن أن يطرح هنا بالترجمة أو في كونكت هذا المجتمع العربي. طيب، في أشياء أخرى إيجابية عندما تدخلوا المجتمع، أنه هو عبارة عن knowledge base، يعني قاعدة بيانات معرفية كبيرة، وهي أكبر قاعدة بيانات معرفية للـ DHIS2 في الموقع. والموقع نفسه فيه الكثير من أدوات البحث المتقدمة، منها التاجات، في بعض المنشورات فيها تاجات، مثلا داك 2024 اللي هو خاص بالفعالية السنوية 2024 2021 2020، كل المواضيع المتعلقة بالفعالية السنوية. وهذا التاج هو مهم لأنه عبره تستطيع أن تعرفوا أحدث الاستخدامات من حول العالم. الناس حول العالم يستخدمون دي تشاي ستو وينشروا النجاح الذي حققوه للعالم أن يراه. وليس المطلوب عندما تنشر المنشور أنه تذكر بعض البيانات الخاصة. طبعا حتى في مواضيع في قسم الدعم، عندما بعض المستخدمين يعمل سكرين شوت للدي اتش اس 2، احياء بعض حصلت من قبل انه يعمل سكرين شوت وفي معلومات خاصه في السكرين شوت، فاحنا نحذف السكرين شوت هذه ونبعد المعلومات الخاصه ونعيد رفعها، لانه احنا مهتمين بحالات استخدامات الدي اتش اس 2 وليس المعلومات الخاصه، بالحفاظ على ايضا خصوصيه المستخدمين وما الى ذلك. فالتاجات واحدة من أساليب فلترة المنشورات في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك هناك معنا الليتست الأحدث وأحدث المنشورات الذي قام بنشرها المجتمع، وأيضا نيو الجديدات. إذا كنت تتابع أحد الأقسام سوف تراهن أو قمت بالرد على بعض المنشورات ستحصل على إشارة هنا. أيضا البحث المتقدم أنا يساعدني أنا شخصيا في الحصول على المعلومات، في الإجابة على أعضاء المجتمع، منشورات أو أسئلة أعضاء المجتمع. فأنصح بالاطلاع على البحث، الأدوات البحث المتقدم، وإذا كان هناك أي سؤال تستطيع أن تسأله أيضا في المجتمع نفسه. وكيف تسأله؟ طبعا إنشاء المنشورات، من إنشاء المنشورات معنا معروف طبعا مثل الإيميل، ولكن في بعض الأشياء الحلوة اللي هي مثلا عندما تضع رابط يعمل في بريفيو، فهان الكتابة بالمارك داون، وفي الجهة الشمال إذا كنت تستخدم الواجهات بالعربي، أو الجهة اليمين البريفيو للمنشور قبل نشره، وتستطيع أن تختار أي في أي قسم تريد، هل هو قسم كونكت أو أرابيك أو وأيضا التاجات أو الوسوم الاختياري. طيب، أنا لم أكمل، وهو طبعا في الكثير ممكن نتحدث عن DHISO DHISO Community. هناك الكثير من المواضيع التي ممكن نذكرها، وأيضا تدعو إلى الحوار والتحدث فيها. فحقيقة الكونسبت نفسه، الفكرة نفسها Community of Practice،
عندما تجمع تكون رابطة لكل الناس اللي هم متخصصين أو مهتمين بالدي اتش اي سي، وكيف هذه الكوميونتي أو المجتمع يبني قدرات الأفراد سويا. هو شيء نحن نحتاج إليه كثيرا خصوصا في المجتمع العربي، فأنا أنصح أن أنتم تعملوا ملف خاص في صفحة الكوميونتي براكتس. عندما تفعلوا الصفحة الخاصة بيكون فيها سيرتكم الذاتية، بيكون فيها اهتماماتكم، بيكون فيها المواضيع التي أنتم قمتم بنشرها في الكوميونتي والمواضيع التي تهمكم، بالإضافة إلى بعض الشارات اللي تحصلوا عليها في عندما تكونوا نشطين في الكوميونتي، وهذا مما يضيف إلى خبرتكم وإلى توثيق لخبرتكم داخل المجتمع من بجانب أو بأسلوب مهني. ف يعني بدل إضاعة ساعات فوق التواصل الاجتماعي أحيانا، أو ساعات كثيرة نقلب الفيديوهات في تيك توك أو إنستغرام أو غيره، أحيانا إذا عملت نص ساعة مثلا في الكوميونيتي براكتس ستستفيد الكثير الكثير في كيفية استخدام دي تش اي 2. في مثلا اليوم تعلمنا عن تراكر بروجرام في الأكاديمي، طيب كيف الناس في العالم بيطبقوا؟ ايش التحديات التي يواجهونها؟ تستطيع ان تضيفوا تفاصيل حول عملكم، موقعكم، والمزيد من المعلومات الشخصية. انا اسم المستخدم هو جاسنس، GASSIMS. تحصلوني باسم في المجتمع. فهذا الكيو ار كود إذا تأخذوه، إذا تصوروه أو تأخذوا الرابط هذا، هو دعوة للانضمام إلى الكوميونيتي براكتس. قوموا بإنشاء حساب، اكملوا معلومات الصفحة الشخصية، قم بالتعريف عن نفسك في المجتمع، استكشفوا المواضيع الموجودة في المجتمع، وشاركوا المجتمع العربي في استخدامات الدي اتش اي 2 واهتماماتكم في الدي اتش اي 2، أو المواضيع التي ربما أنتم تحتاجوا أنها يتم ترجمتها من الإنجليزي إلى العربي أيضا. في الأخير إحنا it's a global community، يعني نقتدي بكل العالم الآخر الذي يستخدم الـ DHIS2، وعلى مدى التعاون الكبير حول العالم في إنجاح هذا المشروع، بحيث يكون فعال في استخدامه جميع التخصصات والاستخدامات التي يستفيد منها البلدان. فأنتم الآن، بما أنها حتى أول برزنتيشن عملها عن Community of Practice بالعربي وأول أكاديمية بالعربي، أنتم الرواد في قيادة المجتمع. فأتمنى أجد مشاركاتكم في المجتمع، و أن نساعد بعض أيضا. فإذا أحد عنده سؤال تفضلوا، أو باستطاعتكم أن تسألوني بالكوميونيتي براكتس. وشكرا جزيلا، أنا مسرور قوي قوي أني حدثتكم، وخلطت طبعا بين شوي كلمات فصحى وشوية من صنعاء. أنا ساكن في صنعاء اليمن، واسمي القاسم شرف الدين. ركزت أني ما عرفت عن نفسي إلا في نصف الحديث أنا. شكرا جزيلا، وأنا مسرور جدا بتواصلي معكم. شكرا شكرا يا قاسم. احنا حكينا قاسم مش القاسم. مشكور طبعا الحضور من 7 دول عربية المشارك، من الأردن، سوريا، لبنان، العراق، مصر، والمغرب، وفلسطين، ولبنان. بعرفش إذا ذكرت لبنان مرتين، بس 7 دول. ف يعني هذا احنا كمان مبسوطين انك تعمل اول برزنتيشن باللغة العربية كمان عن الكوميونتي في تاريخ الجامعة. كمان مبسوطين وشكرا لك. طبعا أكيد أكدنا على الملاحظات اللي حكيتها على أهمية الكوميونتي، فإن شاء الله أنك تشوف كوميونتي نشيط افتراضيا وعمليا إن شاء الله. شكرا يا قاسم. شكرا عظيم، شكرا جزيلا. أنا متشوق إني عفوا أشوف شكرا. الصور الجماعية، وكيف
كان احب اني ايوه احضر ايوه معكم الجامعه بس الوضع يعني. الجامعه نشرت اليوم لاي حد فيكم يدخل على منصات الجامعه دي جي اس 2 منصه رسميه للجامعه نشرت البوست تبع الاسبينا، فعمليا اليوم كل صوركم صارت موجوده والتفاصيل هذا كمان شوي بنعرضه، فاذا دخلت واحنا كمان انت كمان من طرفك بدك تعمل ادفوكاسي يا قاسم على فكره الاكاديميه على فكره الكوميونتي باللغه العربيه، احكي عن السيشن تبعتك كمان شكرا شكرا ان شاء الله. أكيد، وهذا نتشارك جميعا في هذا المهمة اللي نحملها جميعا لتشجيع الدي تشايلد كوميونيتي بالمجتمع العربي. إن شاء الله في كلام حنين شيء بدك تضيفي؟ نحب طبعا نشكرك قاسم على وجودك معنا اليوم. هلا يمكن انت شفت القاعة وهي فاضية، بس هلا احنا عندنا كل المشاركين في القاعة، طيب بدي احاول اعطيك فيو للمجتمع العربي اللي معنا حاليا، طبعا من مختلف دول الشرق الاوسط افريقيا موجودين معنا اليوم، مرحبا، فنشكرك على بالتوفيق. وجودك معنا. أيوة، شكرا لك، شكرا جزيلا حنين، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة.